قاعدة. تمام، مية مية. السلام عليكم جميعا، صحة طولكم. نكملوا اللي بديناها أمس في سلسلة الميني ليكتشرز، هي للكلينيكال برزنتيشن في حالات الهيماتولوجي. فاليوم عندنا كيس أخرى. اليوم عندنا كيس أخرى، يعني ممكن تكون يعني تخش في الديفرنشال دايجنوزس مع كيس اللي اخذناها امس، واللي هي الميجالوبلاستيك انيميا. طبعا كلينيكال كيس، ا بيشنت وذ مايلودسبلاستيك سندروم ام دي اس. الكيس تقول، اعتقد ان الدكتور احمد نزلها في الايفنت، فخلي شويه بس نقراها على عجاله ونديروا هايلايت يعني للمعلومات المهمه اللي فيها. 81 سنه، 81 years old man is evaluated for increasing fatigue. He has no other symptoms to report. Medical history is significant for diabetes mellitus and hypertension. He does not drink alcohol or smoke. Medications are metformin and lisinopril. Physical examination vital signs were normal. والإكزامينيشن واز ان ريماركبل. يعني المريض جايك 81 سنه، كبير في السن، ما يشكيش من اي حاجه، ما عنده شيء الا انه هو عنده جنرالايز فاتيجابيلتي قاعده وورسنينج وذ تايم. سي بي سي او جايك السي بي سي بتاعه، شوف كيف الهيموجلوبين 8.5 جرام في الليتر. الليكوسايت كاونت كان 3.1، كان الدفرنشال ليكوسيتيك كاونت 35% منهم كانوا نيتروفيل، 45% منهم كانوا لينفوسايت، و 20% منهم كانوا مونوسايت. الام سي في كان 105 فمتوليتر، والبليتليت كاونت كانوا 120,000. السيرم ليفل للفيتامين بي 12 وللفوليت ور نورمال. بريفرال بلود سميرز شو انت ونشرحها بعدين شنو الفايندينجز اللي في البريفرال بلود سميرز. فهنا امس لما اخذنا الكيس بتاع ميجالوبلاستيك انيميا، وصلنا في سطره هو وطلبنا الانفستيجيشن هي. يعني لما كان البيشنت هاي ام سي في، وكان البيشنت كان انيميك وجاي بلو هيموجلوبين، الستب اللي بعدها كانت فيتامين بي 12 او سيروم فيتامين بي 12. لما طلبنا السيروم فيتامين بي 12 كان لو، فهنايا طلبنا سيروم فيتامين بي 12 تقريبا بنفس الفايندينجز اللي شفناها امس، ولو ان بس امس المريض كلينيكالي في الاكزامينيشنز بتاعها كانت عنده شويه فايندينجز، هنايا ما عندك شيء حاجه. اكزامينيشن كان ريماركبل، الهيموغلوبين كان انيميك، والان سي في كان فيري هاي، وطلبت فيتامين بي 12 وطلبت فوليك اسيد كانوا نورمال. السؤال هنا المعتاد، وات از ذا موست ابروبريت دايجنوستيك ستيب تو بريفورم نيكست تو ايفالويت ذس بيشنت انيم؟ بي سي ار اي بي ان تيستينج. يا ريت نشوف الاجابات بس في التعليقات للشباب اللي حاضرين والدكاتره الحاضرين. بون مارو بايوبسي، امينو الكتروفوريسيس او جاك 2 ميوتيشن تيستينج. ويا ريت اللي بيقول لي الاجابه يقول لي علاش بس. بون مارو بايوبسي، بون مارو بايوبسي، تمام. انا بالسبب علاش بون مارو بايوبسي، او شنو او شنو او شنو اللي تبي، شنو اللي تبي دي الاكسكلوجن يعني. بايوبسي دكتوره، يا دكتوره نور بايوبسي، تمام. علاش البيوبسي؟ علاش بون مارو بيوبسي؟ أو شنو اللي تفكر فيه يعني؟ يعني ما أنت لما أنت تبي تدير تيست، عندك 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 تو إيمز أو عندك تو جولز. يعني يا في حاجة في دماغك تبي تنفيها، يا في حاجة في دماغك تبي تأكدها. كان في تو بين يعني. أوكي، أكسبتبل إلى حد ما. ليوكيميا اكسكلود؟ نو. لا، نبغى نشوفوا البون مارو يعني بالضبط. اكسكلود بون مارو فيلير. دكتور مدني عبد السلام، دكتور هالة، اكسكلود بون مارو فيلير، هذه الجمله اللي ننباها يعني. نبغى نعرف نشوفوا هل السبب هذا السيتوبينيا زهية اللي قاعدة عندنا احنا في التحليل او في الانفستيجيشن، السبب متاعها شني؟
يعني هل السبب بتاعها بون مارو او هل السبب بتاعها اشياء ثانيه يعني. فبنبدو من الاصل، فبنبدا نديروا ايفالويشن للمصنع نفسه، بنشوف هل المصنع قاعد ينتج اصلا خلايا ولا ما ينتجش. فلو لقينا مثلا البون مارو بايوبسي لقيناها نورمال، هنا نبدا نفكر في حاجه ثانيه. فالنكست ستيب ات از ذا بون مارو بايوبسي. How are mature cells produced? كنا نعرفوا أن multipotent stem cells اللي موجودة في البون مارو either تتحول إلى أو تعطي myeloid stem cells ولا تعطي lymphoid stem cells. الميلويد stem cells اللي هي بعدين يا تتحول إلى erythroblast أو megakaryoblast، myeloblast أو monoblast، وبعدها عندك lymphoblast او الليمفو الليمفويد ستيم سيل اللي تتحول الى ليمفوبلاست، بعدين تتحول ايذر تو ديفرينشيت انتو بي ولا تي ليمفوسايت. المونوبلاست تتحول للمونوسايت، وهذم كلهم بنسموه فيهم الاجرانيولار ليوكوسايت. بعدين المايلوبلاست تو ديفرينشيت انتو بيزوفيل ايزينوفيل ومايتروفيل، وهذم بنسموهم جرانيولار ليوكوسايت، وهذم الزود يكونون الوايت بلاد سيل. بعدين عندنا الميجا كاريوبلاست اللي بتتحول الى ميجا كاريوسايتس، بعدين بتتحول الى ترومبوسايتس اللي هي البريكيرسر للبليتلت، او الاريتروبلاست اللي بتتحول في الاخير الى اريتروسايت. الام دي اس او المايلو ديسبلاستيك سندروم، يعني لو نجون حللوا بالكلمه مايلو شو معناها مايلو؟ انا بون مارو. ديسبليزيا شو معنى ديسبليزيا؟ لما نقولوا التيشو هذا صار له ديسبليزيا، يعني التيشو هذا لقينا فيه سيلز من abnormal type ممكن تكون سابقة الفيز متاع الماتوريشن متاعها. بمعنى إن مش هنايا بيحيصير في differentiation للmultipotent cells into myeloid lymphoid، في مستوى معين هنايا عند البلاست حيوقف في differentiation. علاش حيوقف في differentiation؟ لهلبة أسباب، ولكن ديما خلينا الأحوص نقوله أنه هو unknown. يعني المultipotent cells هنايا to differentiate into myeloid ولمفويد، البلاست هنا اللي هم الإريتروبلاست والميجا كاريوبلاست والميلوبلاست والمونوبلاست والليمفوبلاست، الديفرينشيشن بتاعهم هنا إلى ماتشور سيلز حيوقف. يعني الماتشور سيلز هما حيتكونون في البون مارو وبعدين تو بي ريليز ان ذا بريفيرال بلاد ولا، لكن اللي يصير في الميلو ديسبلاستيك سندروم او في الميلو ديسبلازيا اللي يصير ان الماتشوريشن للحد هذا يوقف. فالبلاست هي كلها حنلقوها عالية في الـ في البون مارو. ارتفاع البلاست في البلد مقبول لدرجة معينة. يعني شو معنى الكلام هو؟ الكلام هو معناه انك انت حاطين لك كت اوفر تمام الى عدد البلاست اللي بيكونوا مسموح لك يكونوا موجودات. العدد هو 20% تمام. يعني نقدر نقوله ان الميلودسبلازيا هي الحد او هي المرحله ما بين النورمال تمام ديفرينشيشن اوف سيل وما بين تحول الميلويد ستيم سيلز هي الى كانسر. يعني هي الانترميديت زون هي اللي موجوده في النص. ف ام دي اس از ا جروب اوف نيوبلاستيك ديس اوردر اوف ذا بون مارو كاركترايزد باي ديسبلاستيك هيموبوييسيس وان بيريفيرال سايتوبينيا. يعني السيلز هما كلهم البلاست هما كلهم حيزيدوا في البون مارو وهما كلهم حيختفوا من البيريفيرال بلاد. فالمانيفستيشن تقدر انت اصلا تتوقعها بدون ما نوريك السلايد نتاع المانيفستيشن. غالبا يعني هذول كلهم ناقصه. دبليو بي سي ناقصه هذا حيعرض المريض الى انفكشن. بليتلت ناقصه هذا حيعرض المريض الى تيتيشيا وهيموريج وما الى ذلك. Red blood cells ناقصة هذا حيعرض المريض إلى أنيميا. ف بس المعلومة نبي نقولها هنا، يعني توقيت ظهور أو توقيت اختفاء السيلز من البريفرال بلاد فيلم ما هواش موحد، يعني ما يختفوش كلهم فجأة. يعني اختفاء الريد بلاد سيلز من البريفرال بلاد هو اللي يتم الأول، بعدين يتم اختفاء البليتلتس او الماتشور بليتلتس والماتشور دبليو بي سي. فهنايا لما بنجول المانيفستيشنز بعدين حنقولوا الموست كومن
presentation لحالات او للبيشنت with MDS هي الانيميا، لكن لما نشوف البليتلت ناقصه ونشوف ال WBC ناقصه هنايا نقدروا نحددوا السيفيريتي نتاع الديزيز. يعني او كانه نقصان السيلز ونقصان الماتشور سيلز في البريفيرال بلود فيلم يتموا بالتسلسل او بالترتيب، يعني تنقص الار بي سيز الاولى، تنقص الوايت بلد سيلز الثانيه، تنقص البليتلت الثالثه. فاحيانا يا البيشنت يكون اسيمبتوماتيك او البيشنت يكون بريزنتد ويز انيميا زي الكيس هي اللي شفناه، مريض ما عنده شيء الا انه هو جاي انيميك، ولو ان الدبل الليوكوسايت نتاعه within the borderline. يعني اوكي ما هي يعني هي ناقصه بس مش الـ deficiency او مش السيتوبينيا اللي نشبحوا فيها في حالات الكانسرز وفي حالات اللي خافوا منها. وكذلك البليتلت 120 اوكي هي ناقصه بس ان هي within يعني accepted، خصوصا لو انه هو المريض كان asymptomatic. يعني فال MDS is a group of neoplastic disorder of bone marrow characteristics أو characterized by حاجتين دي ما ننسوهم، اللي هو dysplastic hematopoiesis و peripheral cytopenia. المعلومة بس اللي اليوم لو طلعتوا من المحاضرة ومنسيتوهاش لي أنا شخصيا هذه تكفي. ال MDS دي مدير قدامها اكتب سهم 50% AML، وهذا هو اللي يخلي فينا ديما كطب هيماتولوجي وانكولوجي ديما نرعش ونخاف من موضوع الام دي اس. يعني هي فرصه تحول الام دي اس الى اي ام ال هي اكبر مصيبه واكبر كارثه ممكن تصير مع البيشنت هي، تمام؟ فهذه هاي تندنسي تو بروجريس تو اي ام ال، تمام، اللي هي piece of information never to be forgotten. يعني المعلومه هي يا ريت بس كن نوسعوا لها مكان شويه في دماغهم نحطوها ومعاش ننسوها. ان الـ MDS الخوف من الـ MDS دائما هو تحول الـ MDS الى AML. هنعرفوا بعدين التريتمنت اصلا كلها اللي تنعطى لحالات لحالات الـ MDS الكونسبت بتاعها كلها ان احنا ما نبوش نمنعه او ما نبوش حد البيشنت اللي بالـ MDS هو يخش في AML. البيك انسيدنس ديما 80 years old، يقال ان ميل اكثر من فيميل. السلايد اللي بعدها طبعا الكلاسيفيكيشن بتاع الـ MDS او ميلاد سلاسيك سندروم، نقسموا فيهم الى برايمري ونقسموا فيهم الى سيكندري. البرايمري هم 90% من الكيسز، هادم اللي غالبا ديما يكونوا elderly patients، وغالبا الاتيولوجي دائما يكون unknown، يعني unknown اتيولوجي مفيش واحد يعرف السبب علاش. السيكندري MDS هي 10% من الكيسز الباقيات، عادة بيكون exogenous bone marrow damage، يعني هنا في شيء من برا، تمام، المريض تعرض له او المريض اخذه سبب البون مارو دامج. هي زي مثلا التريتمنت ريليتد ان دي اس احيانا يختصروا فيها، تلقاها لو تفتح الكتب وتفتح المراجع مثل الهيماتولوجي تلقى ار ان دي اس، يعني تريتمنت او ريليت تريتمنت ريليتد او ثيرابي ريليتد ان دي اس. يعني عادة تكون following the cytostatic therapies the alkylating agents the topoisomerase 2 inhibitors the azathioprine وما إلى ذلك من chemotherapies. تعرض إلى البنزين، تعرض لل other organic solvents برضو. radiation damage لو كان مثلا therapeutic radiation أو لو كان radioiodine therapy ionizing radiation، هذه كلها أسباب تدخل في MDS خلي البون مارو ديسبلاستيك. هذه هيروشيما، يعني واحده من الاماكن في العالم اللي الاي ام دي اس فيها ممكن تشوفها كومن، هي مدينه هيروشيما في طوكيو. طبعا هذه الصوره كانت في لما تفجرت القنبله الذريه يعني في اليابان. واحدة من الأماكن اللي تصنفوا كإبيديميك، يعني تقدر تقول لـ MDS موجود بكثرة في السيرفايفرز أو في الناس اللي انجت من القنبلة الذرية وقتها. طبعا هذه هيروشيما اليوم، يعني تقدر تشوف الفرق، هذا مبنى نفسه قاعد، هذا مبنى وهذا هو المبنى نفسه. في مجموعة ثانية من الناس في بقعة ما من الأرض موجود عندهم الـ MDS بكثرة
هم الفيتناميين. الامريكان يعني شوفوا وحشيه الانسان يعني لوين توصل. الامريكان في خلال الحرب الفيتناميه استعملوا نوع من المبيدات الحشريه اسمها ايجنت اورجان. هذا كانوا يبخوا فيه زي ما احنا بنشبكه توا، يبخوا فيه بالهليكوبترز وبالطائرات، كانوا يبخوا فيه عليه كامل الفيتنام يعني، او كامل على كامل سكان الفيتناميين، وقاعدين لليوم يعانوا يعني من الموضوع. هو ما هو التعرض للالكاليتنج ايجنتس مثلا، ولا التعرض للبنزين او ما الى ذلك يعني عند سنوات معينه يعني، مثلا زي لما نقول التوبايزوميريز انهبيتور والفايبرين وما الى ذلك، الكليتنج ايجنت يبي من 3 إلى 7 سنوات مش تطلع لك المانيفستيشنز بتاع الام دي اس بعدها يعني. في غضون مثلا راديشن ثيرابي من 1 إلى 3 سنوات يختلف كل واحد يقول في كلام يعني. فهذا اللي هذا الايجنت اورجان هو عباره على بيستسايد او نوع من انواع المبيدات الحشريه، استعملتها امريكا في حربها اثناء الحرب الفيتناميه. المحسن في الموضوع وما تعرفش حتى شن تقول عليه، ان انضروا كمان يعني حتى الجنود الامريكانيين اللي كانوا موجودين وقت هامبرغ يعني. بعد ما انتهت الحرب الفيتناميه وروحوا الامريكان لحياتهم بعدها بسنوات، بدت تطلع مواضيع الكونجنتال ديس اوردرز خصوصا في اطفالهم تمام، وخصوصا في النيو جينيريشنز اللي بدو هم يجيبوا فيها يعني. ولو ان هم الحكومه الامريكيه وقتها انفت هذه الخطه وانفت هذا الموضوع وقالت لا وما بدش حتى تعوضهم يعني، وبس قالت لهم جيبوا ما يثبت او جيبوا شيء يثبت ان هو فعلا اللي صار لكم هذا بسبب الايجنت اورجان. لان هم نفسهم الناس يعني نفس الجنود الامريكيين هم كانوا موجودين في جنوب شرق اسيا في الاماكن اللي كانت تطمع فيها امريكا للايجنت اورجان وتخزن فيها، فقالوا لربما ان هو سبب اماكن تواجدكم غادي هو اللي سبب الكونجنتال ديس اوردرز هي اللي عندكم يعني. فهذه وحشيه الانسان لو ممكن توصل يعني، هذه ممكن ابشع حرب ممكن تقروا عليها في التاريخ. الحرب الفيتنامية الأمريكية استمرت تقريبا 10 سنوات. شوية مراجعة لسنة أولى بس، مش نعرفه أن بنعرف الكروموزوم أبنورماليتي كيف يصير. طبعا عندنا 46 كروموزوم في 32 بير في 23 بير يعني. فهذا عندنا كروموزوم موجود البير لي ثاني أو الزوج لي مربوطين في النص بحاجة اسمها سنترومير. الارم السنترومير هو اللي بيحدد لك شكل الكروموزوم، هو اللي بيصنف لك الموقع بتاع السنترومير، هو اللوكيشن بتاع السنترومير هو اللي بيحدد لك شكل الكروموزوم. فممكن يكون ميتا سنتريك لما يكون السنترومير في النص سنترال، ممكن يكون سب ميتا سنتريك لما يكون السنترومير فوق شوية، ممكن يكون اكرو سنتريك لما بيكون أقرب إلى النهاية، أكرو يعني وحشي أو طريق بعيدة يعني. وعندك التيروسنتريك لما بيكون السنترومير موجود على الحافة من فوق، هذا حسب ما نتذكر أنه مش موجود في الثدييات أو مش موجود في أجسام في جسم الإنسان نوع من الكروموزومات هو. فاللي عندنا إحنا اللي هم يكون أكروسنتريك وميتاسنتريك أو صب ميتاسنتريك تمام. السنترومير اللي في النص هذا حيقسم لك الكروموزوم الى شقين، حيقسمه لك الى شورت ارم او نسموه فيه البي، وحيقسمها لك الى لونج ارم اللي هو الكيو. لونج ارم حيكون اطول طبعا من الشورت ارم، والزوز هما مثلا نقدر نسموه منهم تستر كروماتيد، والزوز هما نسموهم تيلومير، مربوطين في النص بسنترومير. اللي بيصير في واحدة من الجينيتيك ميوتيشنز اللي بيصيروا في ال MDS هو ال 5Q deletion أو تلقاه minus 5Q. اللي صاير كالتالي، طبعا هذا كاريوتايبينج تمام، هادم البيرز متاع السنتروميرز متاع الكروموزومز اللي موجودات. حنجول الكروموزوم الخامس. الكروموزوم الخامس كيو شن هي قلنا؟ كيو هي عبارة عن لونج آرم ولا؟ فشوف اللونج آرم هنا في الكروموزوم الخامس ما هيش موجودة تمام. فهذا واحدة من ال يعني نقدر نقول إنه هو واحدة من الكوزس أو واحدة من جيناتيك ميوتيشن اللي اكتشفوها، ولا علاقة وهي strongly related لل MDS يعني. فهذا كاريوتايبينج، نعود مرة ثانية، هذا الكاريوتايبينج.
في عندك في الكروموزوم الخامس، تمام، الكيو ارم او اللونج ارم اللي موجوده في الهيدليشن وما هي هو مختفيه بالصوره هذه يعني. فلاحظوا ان باقي الكروموزومات كلها متكامله. طبعا الريد دوتس هي اللي موجوده في النص، هي هذه السنتروميرز اللي حكينا لها. الكلينيكال بريزنتيشن اسيمتوماتيك في حال 20% من الحالات. طبعا لو في سيمتومز حتطلع it depends on the affected cell line، يعني لو ان هي ار بي سي بس ناقصه او هيموجلوبين ناقصه ان هي حتكون انيميا، لو ان الليوكوسايت ناقصه حيكون في هنايا susceptibility of of infection، ولو الثرومبوسايتوبينيا هنا ممكن يكون الموضوع يعني patient manifested with petechial and hemorrhage. هيباتوسبلينوميجالي uncommon، ولو ان السبلينوميجالي اكثر من الهيباتوميجالي، ولكن الاثنين يضلوا uncommon في حالات الام دي اس، ولكن السبلينوميجالي could be detected في حالات المايلد ديسبلاستيك سيندروم. Diagnostic approach، البيشنت هو لما بيجي لي السي بي سي بتاعه والبريفرال بلاد سمير بتاعه حتلقى النورموسيتيك اور ماكروسيتيك انيميا، تمام، ريرلي مايكروسيتيك. طبعا الكلام هو كله اللي قاعد نقول فيه حاله اللي قاعد نقول فيه وامسك يو، تمام. فالموست كومن بريزنتيشن والموست كومن انيميا في حالات الام بي اس اسم ماكروسيتيك انيميا. نورموسيتيك يا كود بي ديتكتد بس اتس نيفر مايكروسيتيك، تمام. ف اوف ريفراكتوري تايب، تمام، اللي هي عاده ما تستجيبش للعلاج يعني. Other possible findings، ممكن انك انت تشبح، ممكن انك انت تلقى leukocytopenia thrombocytopenia. طبعا النيوكليتد ار بي سيز والرينج ولا الرينج سيديروبلاست والهولي جولي بوديز والبيزوفيليك سبلينجز، هذه ارجعوا لاول محاضره لحالات الانيميا فسرناهم وعرفناهم. اللي نبوا بس نهدرزوا عليه شويه اليوم هو السودو بيلجر هايت انومالي، تمام، اللي هي احد المانيفستيشنز اللي بنشوفهم في البريفرال بلاد فيلم، ونبو بس نشوفه مع بعض قصة الرينج سيديروبلاست. الميجا كاريوسايت حيكونوا لارج اجرانيولار بليتلت. لما بتاخد بون مارو اسبيريشن او بون مارو بايوبسي حيكون هايبر سيلولار. هايبر سيلولار علاش؟ لان البلاست سيل قبل مرحلة الماتشوريشن بتاعهم وصلوا الى مرحلة كبيرة من التكاثر بدون ما يخشوا الماتشوريشن فيز وعبوا البون مارو. عبوا البون مارو يا اما يصير لهم ابوبتوزس، تمام، وفي جميع الاحوال انت اصلا مش حتلقاهم في البريفيرال بلاد فيلم يعني. البون مارو بايوبسي هايبر سيلولار ديسبلاستيك بون مارو ود نيومرس سيلز اوف اول ثري سيل لينيا ود بلاست، تمام، ميجا كاريوسايتس والى اخره. والرينج سيديروبلاست ممكن برضه تشبحها في البون مارو بايوبسي. الكروموزوم اناليسز هنا 50% من البيشنتس كروموزوم الابيريشنز كان بي ديتكتد at the time of diagnosis. هنايا الرينجد سيديروبلاست، رينج سيديروبلاست او بما يسمى سيديروبلاستيك انيميا، تمام. الحديد عندنا طبيعي موجود بكميته الطبيعيه، المشكله انه هو الهيم مش قادر يرتبط بالجلوبين، مش يكون الكومباوند اللي ليه القدره انه هو يشد فيه او انه هو to carry the oxygen يعني. فهنا يا دبادي قال لك دبادي has iron available but cannot incorporate into hemoglobin. فيترسب لك حوالين الميتوكوندريا ويكون لك الرينج 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 appearance هي. فنقدر نشبحه هي واضحة أعتقد. تمام. هذا كله عبارة على iron accumulated within the mitochondria of the cell. تمام. هذا برضو إيه شوية. تمام. فهذه ممكن اوضح واحده، اوضح بيكتشر لحالات السيديروبلاستيك يعني حالات الرينج سيديروبلاست يعني. فهذه واحده من المانيفستيشنز، او واحده مش من مانيفستي، واحده من الكلينيكال، واحده من البيكتشر، او واحده من الساينز اللي بتشبهها في البريفيرال بلود فين، وتشبهها برضه في حتى في البون مورو يعني. الاكوايرد اور سودو فيلجر هويت انومالي، علاش اكوايرد؟ لان في كونجينيتال ولا لها اي علاقه بالام بي اس، ولكن الشكل هو بتاع النيتروفيلز ممكن برضو نشوفوه في حالات الام دي اس، اللي هو عباره على شنو؟ عباره على بايلوبيول نيتروفيلز، تمام، بتكون بالشكل هو.
هذه هل هي نشوفها في الام دي اس بس؟ لا، ما هيش في الام دي اس بس، ممكن تشوفه في الاي ام ال وممكن تشوفه برضه في السي ام ال. فهي عباره عن بايلوبيول النيتروفيلز بتكون بالشكل هواء. في من مشبهها او في من سماها قال لك بنس نيس جلاسز ابييرنس، اللي هم النظارات عمالك عليهم اسمعنا، فهادم اسمهم بنس نيس جلاسز، فبنفس المنظر تمام تتسمى هذه اكوايرد ولا سودو فيلجر هويت انومالي. هذا النورمال بون مارو، تمام، نورمال بون مارو اسبيريت الهيستولوجي نورمال تاع البون مارو، حتشبه فيه كل شيء باحجام مختلفه او بانواع مختلفه. يعني هذا الساينوسايد تشبه نورموبلاست، هذا الاريتروسايت، هذا الميتامايلوسايت، عندك شن ثاني ممكن نشبه عنها، هذا ارتريول، هذا فينيول، شوفوا الشات شنو الفرق على الاي ام ال في البون مارو بايوبسي؟ ما فهمتش السؤال. لا هي اوكي تمام، هي راو الام دي اس مرحله ما قبل السي ام ال، يعني هي بس الاي ام ال والسي ام ال، الاختلاف كله بعدين في البلاس اللي بتطلع، واختلاف وانس انك انت فت ال 20% او وانس انه هو بس كان موجود في الـ في الـ في الـ في البريفرال بلاد فيلم بلاس اكثر من 20% او الكت، هذا هو اللي هو الرقم هذا المحددين 20%، هنا ما عادش تتسمى ام دي اس، هنا تتسمى اي ام ال تمام. فهي بالنسبه كان لو قصدك انت على 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 البيكتشر نتاع البريفرال بلاد فيلم، هي نفس البيكتشر بالضبط، هو الاختلاف فقط ما بين الاي ام ال وما بين الام دي اس في عدد البلاس، يعني لو كان اقل من 20% هنا قاعدين في الام دي اس، لو انك انت فت ال 20% هنا انسى كلمه ام دي اس، هذا صار يعني هذا صار زاد التيرن اوفر بطريقه يعني بطريقه كبيره، والبيشنت معاش عنده ام دي اس، هنا البيشنت خش في اي ام ال. يعني هذه البيكتشر بتاع النورمال بون مارو، هذا ديسبلاستيك بون مارو، هذول كلهم ايش بروفيوم هنا، هذول كلهم بلاس تمام، هذول مش وصلوا لمرحله من الديفرنشيشن وما خشوش في الماتشوريشن فيز بتاعهم، هذا يعتبر كي فيتشر لحالات الاي ام دي اس. يعني لاحظوا ان هي الاحجام بتاعها تقريبا واخذه احجام البلاس بمختلف احجامها وبمختلف انواعها، وقاعده ما خشتش في الماتشوريشن فيز اللي نقدر نشوفوه هنايا بمختلف الاحجام، يعني نشبه البلاست ونشبه برضو الماتشور سيل، لان الماتشور سيل اصلا مش هتقعد هنايا، يعني هي مجرد ان تصير لها ديفرنشيشن ماتشوريشن تو بي ريليز انت بريفرال بلاد فيلم تو 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 فو، مش ان هي تدير الفانكشن بتاعها. يعني كلام للامانه كلام هو لطلبه سنه خامسه موش ومهلبه، لكن يعني من باب اخذ العلم، يعني هذا الكلاسيفيكيشن اللي قسموا به في الام دي اس، يعني الام دي اس مش قلنا سندروم، وقلنا سندروم قلنا جروب اوف ديزيز ولا. ف نشوفوا بس في سؤال 10 نيتروفيلز مركز، خلينا نشوف ترى اخ 10 نيتروفيلز بالضبط. ايه لو قصدك هي المدرجه ولا هي بس خلينا نكبرها لما الصورة ايه، هذه نيتروفيلز يا دكتورة. طبعا من اهم الكلاسيفيكيشنز في عندنا ضد كلاسيفيكيشنز، عندنا WHO كلاسيفيكيشن للام دي اس، وعندنا الفرنش امريكان بريتش او الثابت كلاسيفيكيشن لحالات او للبيشنت ضد ام دي اس. طبعا بما ان احنا ليبيين واقرب ما يكون للمدرسه البريطانيه، فاغلبيتنا نستعمله في الفاب كلاسيفيكيشن. فالكلاسيفيكيشن يا اما يكون ممكن يكون ريفراكتوري انيميا، امتى نقول ريفراكتوري انيميا؟ البلاست سيلز جراوند في البريفرال بلاد فيلم اقل من واحد، ما كانش فيه مونوسايت، والبلاست سيلز في البون مارو كانوا اقل من 5%، رينكس زيرو بلاست كانوا اقل من 15. لاحظوا ان الدستيزيا لازم ما تكون موجوده دائما وابدا في البون مارو.
ريفراكتوري انيميا ودرينك سيديروبلاست اللي هو الفيز او الرار سيندروم حسب ما تسمى هنا. البلاست اقل من واحد برضو الاختلاف، بس ان الرينك سيديروبلاست في البون مارو حتبدا في زياده اكثر من 15%، الباقي ما فيش اختلاف ما بينها وما بين الريفراكتوري انيميا. عندك ريفراكتوري انيميا واكسس بلاست هنا الاختلاف برضو في كميه البلاست سيلز اللي بيكونوا موجودات في البون مارو حيكونوا من 5 الى 19. الرينج سيديروبلاست برضو فاريبل. الريفراكتري انيميا ود اكسس بلاست ان ترانسفورميشن هنا يبدا تتحول الى الكلام البايخ اللي من بوش احنا لو ريفراكتري انيميا ود اكسس بلاست ان ترانسفورميشن البلاست سيلز في البريفيرال بلاد فيلم حيكونوا اقل من 5 المونوسايت بلس ماينس 20 الى 29 بلاست سيلز هنا يكت، بس قلنا يختلف من 20 الى 30% على حسب كل واحد شو بيقول. والفاريبل نتاع للرينج سيديروبلاست والبرسنتج نتاع للرينج سيديروبلاست ممكن تكون فاريبل، وديسبليزيا لابد تكون موجوده هنايا، بس ما لخبطوش ما بين الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوكيميا وما حدنا حالات السي ام ال. فهنايا هذه الفيز هذه تمام not to be confused with سي ام ال. البلاست سيل اقل من 5% مونوسايت يس، بلاست سيل برسنتج في البون مارو يعني 20% مور اور ليس فاريبل بالنسبه للرينج سيديروبلاست والديسبليزيا لابد تكون موجوده. المانجمنت الثيرابيوتيك ابروش طبعا لما يعني في حالات في علاج الام دي اس فيري تشالنجينج ويعتمد على الكلينيكال برزنتيشن للبيشنت، يعتمد على الايج، يعتمد على الكوموربيديتي بتاعه. ولكن خلينا نتفقوا بس في نقطتين، نتفقوا في نقطتين ان البيست تريتمنت للحالات الام دي اس هو الستم سيل ترانسبلانتيشن تمام. اي شيء ثاني ممكن يتم في الدنيا هو بس لحاجتين، يا اما انك انت قاعد بمعنى قاعد انك انت تحاول ترجع ما يمكن ترجيعه في الموضوع، او انك انت قاعد تصبر في المريض الى حد متوصله لموضوع الستم سيل لموضوع الستم سيل ترانسبلانت. ولكن لو يقول لك انه هو اي حاجه ثانيه تعتبر كيور لحالات الام دي اس هذا كلام بعيد كل البعد على العلم والمنطق. الحاجه الوحيده اللي تعتبر كيوراتيف اوبشن في حالات الام دي اس هي الستم سيل ترانسبلانتيشن. الباقي في دراجز اف دي اي ابروف، في في داتا كونفليكتنج هل بنت موجوده، ولكن الستم سيل ترانسبلانتيشن هو التريتمنت اوف تشويس او المانجمنت اوف تشويس في حالات في حالات الام دي اس يعني. فهنا حنقسموهم، لو انه هو البيشنت كان مايل سايتوبينيا واتش اند ويت ما عندك ما بتدير له يعني. حالات لو انه هو سيفير سايتوبينيا هنا تبدا تعطي السبورت اوف تريتمنت. طبعا المين ستي اوف تريتمنت هنا هي توت ودايما ترانسفيوجن يعني. فهنا بس نبي نوضح نقطه ثانيه في الموضوع، الام دي اس كان ما تقتلش تمام، اللي يقتل هو البليدنج والانفكشن تمام. الحاجتين هما الكوز اوف مورتاليتي او كوز اوف هاي مورتاليتي ريت في حالات الاي ام دي اس. الاي ام دي اس نفسها ما تقتلش، الفيتال في الموضوع كله حالات الفيتال في الموضوع هو البليدنج وهو الانفكشن اللي بيصير تمام. حتى ولو ان 50% من الحالات يعني يصير لهم تيرن اوفر ويخشوا في اي ام ال، يبقى إلى حد اليوم ولحد يومنا هذا السبب الرئيسي في المورتاليتي ريت العالية في حالات الـ AMDS هي البليدنج وهو الانفكشن. فالسوبورتيف تريتمنت هنا ما تهزاش عليه يعني، هو حاجة مهمة جدا أنت لازم تديرها سواء البيشنت ماشي بالستم سيل ترانسبلانتيشن أو حتى ولو أنه هو ما فيش تشويس، لأنه هو ما فيش خيار وما فيش قدرة لموضوع أنه هو يندار للستم سيل ترانسبلانت يعني. فالمين ستي اوف تريتمنت ار بي سيز وبليتلت ترانسفيوجن ديبندينج اون ذا سيل كاونت. هنايا بس لازم نحط في بالنا ان البيشنت هم حالات الاي ام دي اس غالبا هم من ضمن البيشنت اللي دائما نشوفوا عندهم الايرون اوفرلود والهيموكروماتوسس. ما ننسوش الايرون شليتنج ايجنت ديسبروكزامين، علاش؟ لان قال لك لو البيشنت خش منك في ايرون اوفرلود وخش في هيموكروماتوسس هنايا وحصل فرصة أن هو يندار لألوجينة ستم سيل ترانسبلانت،
انت بالطريقه هي لو انك انت ما عالجتش ولو انك انت ما خديتش حذرك موضوع الايرون اوفرلود، هنا يعتبر انك انت حرمت من ستيم سيل ترانسبلانتيشن، او بمعنى اصح انك انت حتاخر عليه الستيم سيل ترانسبلانتيشن. To compensate for the high cell turnover, طبعاً vitamin supplements like B6 and B12 and folate بسبب ال high cell turnover اللي صاير عندنا. لو symptomatic anemia طبعاً بتعطي erythropoietin أو synthetic EPO لو موجود عندك. في حالات النيتروبينيا هنا حتعطي طبعاً اللي معروف بالاسم التجاري نيبوجين أو الجرانيولوسايت كولونالي stimulating factor. هنا يا sub Q يا نطا عبارة عن صار عليه سرنجات زي سرنجات الانسولين ينعطى صب كيو. في حالات لو لقينا النيتروفيل ناقصة اللي هم من ضمن الفاكتورز اللي يحفزوا النيتروفيل اللي هي تنزاد، لأن وانت ان البيشنت خش منك في نيتروبينيا هنايا او انت ان النيتروبينيا نقصت، يعني انا حيخش في حاجة اسمها فبراي نيتروبينيا، وفبراي نيتروبينيا قصة وانك انت بتقعد تعالج في المريض، يعني المريض ما عنداش اي مناعة. يعني هذه النيبوجين اللي قاعدين احنا نقول عليها توا هذه معروفة سلاح عند العامة، هذه يقولها يبرة المناعة، اللي كان ناخذ يبرة المناعة علاش السبب متاعها تنعطيك بروفايلاكتيك مش تمنع من انك انت يخش المريض في فبراين نيتروبينيا. لو خش المريض في فبراين نيتروبينيا هنايا واحدة من الكوزس اوف ديث، وواحدة من الحاجات الخطيرة جدا سواء في حالات الام دي اس، سواء في حالات اي مريض ياخذ في كيموثيرابي او اي مريض يعتبر اميونو كومبرومايزد. يعني في لو انه في انفكشن في الموضوع تقدر توصف او تقدر تسكرايب انتيبايوتكس على حسب كان الانفكشن وعلى حسب البكتيريا اللي درت لها كلتشر. انت هنا الميديكال ثيرابي طبعا الكيموثيرابي هو المين ستاند للتريتمنت. مايلوبلاست طبعا لو ان هي اليفيتد والديزيز ماشي، فالهدف بتاعنا زي ما قلنا من بدري، الهدف بتاعنا هو انه ما البوش ام دي اس يخش في اي ام ال. الام دي اس كيف ممكن يخش في اي ام ال؟ طبعا بحاجتين. اول حاجه ممكن ان هو نعطه او كيف نمنعه دخول الام دي اس او ترانسفورميشن بتاع الام دي اس للاي ام ال. اول حاجه او اول دراج اوف تشويس، اول اف دي اي ابروفد دراج لهذا الموضوع هو اللينالدومايد. اللينالدومايد هذا شنو قصته؟ هو عبارة على يجي لل 5Q أو لللونج آرم على الكروموزوم 5 في السيل ديليشن ويزيد التيومر سيل أبوبتوزس. تمام؟ يعني الستمت أو البلاست اللي تكونت هي اللينالدومايد يحفزها مش إن هي تصير لها أبوبتوزس وإن هي تموت بروحها. هذه الميكانيزم الأول اللي يخدم بها اللينالدومايد برضه هنا تصح على المالتيبل مايلوما مع الدكساميتازون. ما هذا موضوع بروحه نخش فيه مره ثانيه. يعني فاللينالدومايد الوظيفه الرئيسيه بتاعها يخدم بطريقتين. يخدم بالطريقه الاولى ان مش البلاست لما بتتحول او لما بتصير لها ترانسفورميشن من الهيماتوبويتيك ستيم سيل، يعني كل شيء في الدنيا مش انه هو يتحول يصير ترانسفورميشن يبقى بلاد، ولا اللينالدومايد هنا تقدر تعتبره انه هو انتي انجيوجينيك فاكتور موجود في البون مارو. فهنا يقص او يفك البلد سبلاي اللي محتاجتها هيماتوبويتيك بلد سيلز، هي مش تو بي ديفرينشيتد انتو بلاست سيلز. هذا تتذكر مرحله. المرحله الثانيه لو انه هو في بلاست سيلز تكونت يجي يحفز السيلز هي ان هي تدير ابوبتوزس لروحها او لنفسها مش ان هي ينقص العدد بتاعها. هذا اللينالدومايد. الزوز الايجنت الثانيات تمام اللي هو اللينالدومايد معروف باسم التجاري اللي هو الريبليميد، وعندنا الايجنت تو ايجنت ثانيات. يعني لو بنجي نحسبه عندنا ثلاثه اف دي اي ابروفد دراجز لحالات الام بي اس. الاول اللينالدومايد اللي هو يعتبر دراج اوف تشويس لحالات لو البيشنت عنده 5 كيو ديليشن. هذه اول حاجه. ثاني حاجه او زوز دراجز ثانيات اللي هم او ما يسمى بالهايبوميثايليتنج ايجنت اللي هما عندك الفايف أزاسستيدين وعندك الزيتادين أو الديسيتابين. سوري، الفايف أزاسستيدين أو الديسيتابين اللي هو معروفين باسم التجاري بيدازا وداكاغون. الزوزة هما شنو اللي يصير لو تتفكروا أن زمان في عملية السنتسيز بتاع الدين اي كان في ستب اسمها الميثايليشن أو الدين اي ميثايليشن. الدين اي ميثايليشن هذا شنو هي؟ عبارة على إضافة جزيء الميثايلين
مش انك انت تنتهي بالستراند متاع، او مش انك انت تحصل الستراند متاع الستراند النهائي متاع الدي ان اي، من اللي تم فيه او من اللي الانزيم هذا. كيف نفهم هالكم؟ الدي ان اي سينثيسيس ديما ودن بالانس، يصنع بقدره او يصنع بكميه مطلوبه وينقص بكميه مطلوبه، تمام؟ فديما البالانس هو ديما موجود، مش انه هو يحافظ على الكروموسومات بتاعنا ويحافظ على الابيرنس بتاعنا ويحافظ على الجيناتكس بتاعنا، تمام؟ هذا من الله عز وجل. اللي بيصير في حالات الام دي اس ان الميثايليشن هي معاش بيصير لها ستوب، يعني الميثايليشن هي بتكتر بدرجه غير طبيعيه. فعن طريق الميثايل ترانسفيريز هو، تمام، او الانزيم الميثايل ترانسفيريز هو اللي بيضيف جزيئه الميثايلين، واحده من الستراندز بتاع الدي ان اي، مش انه هو يكمل الرياكشنز في الاخير، تمام. في حالات الاي ام دي اس شنو هو اللي يصير؟ اللي يصير ان الميثايل ترانسفيريز هو ينشط بطريقه غير طبيعيه، فمعاش بتنقص او معاش بتنقص البروليفريشنز بتاع البلاست، فهي اللي موجوده يعني، تمام. فالدرجز اللي نعطوا فيهم او اسمهم الهايبوميثايليتينج ايجنت او الاتش ام اي، هم بيجوا او نقدروا نعتبروهم ان هم دي ان اي ميثايل ترانسفيريز انهبيتورز، يجوا للانزيم هو اللي هو الميثايل ترانسفيريز هو اللي معاش في يوقف يسكروه، تمام. فانت هنايا شنو يعني، لو تلاحظوا هنايا شنو المين ستي اوف تريتمنت بتاعنا كله، ان احنا ما نبوش الام دي اس هذه تخش في اي ام ال بس، يعني انك انت حربتها من جهه اللينالدومايد في حالات الفايف كيو ديليشن، وانك انت زدت التيومر سيل ابوبتوزس في حالات البلاست، وانك انت نقصت الانجيوجينيسز اللي بتطير في الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، مش ان هي تكون لك بلاست، وبرضه جهه حولتها من جهه ثانيه لانك اكتشفت ان في الام دي اس قاعد يصير في ميثايليشن بكثره، تمام. ف الاكتيفيتي بتاع الميثايل ترانسفيريز هو ما باش ينقص، فانت الدراجز هم اللي تم اكتشافهم اللي هم الفيدازا والداكاجون، هذو الزوز داروا انهبيشن للميثايل ترانسفيريز. طبعا في لاين اوف تريتمنت ثاني اللي هو الاميونوسوبريسيف ثيرابي، اللي هو الانتي ثايموسايت جلوبولين والسايكلوسبيرين والتاكرولمس. الداتا لليوم في هذا الموضوع قاعده كونفليكتنج، مش اي حد يوصف فيهم، وقاعدين يتعاركوا ويتخافوا بعضهم على خاطر هذا الموضوع. الخلاصه في الاخير بس قال لك انه هو حالات الام دي اس الجوفي كوكزيستنت مع هلبة اميون ديس اوردر ثانيات، زي مثلا النكتيورال هيموجلوبين يوريا، زي مثلا حالات الابلاستيك انيميا وما الى ذلك. فقال لك ان الكونكوميتنت اوتو اميون ديس اوردرز هي لو ان هي طلعت او لو انك انت اكتشفتها في حالات الاي ام دي اس، خصوصا في اللو ريسك جروب حالات الاي ام دي اس، هنا تقدر توصف اميونو سبريسيف، ولكن اشترطها لك شرط واحد، انه هو شرط الكاريوتايبنج بتاعك يكون نورمال، يعني لازم بدل ما بتدير الكاريوتايبنج لازم ما يكونش عندك، لا يكون عندك ديليشن في الفايف كيو ولا عندك يكون في ديليشن برضه في حتى ديليشن ثاني، ديليشن ثانيه مكتشفينها غير، يعني عندك مثلا عندك الايت ترايزومي برضو واحدة من الحاجات أو اللي قاعد يصير في الكروموزوم الزايد اللي في الكروموزوم 8، تمام، واحدة من الحاجات اللي مكتشفينها أنها لها علاقة بالـ AMDS يعني. فشرط عليك أنك أنت لو بتوصل للميونوسوبريسيف في حالات الـ AMDS هنايا لازم يكون عندك حاجتين، أول حاجة يكون عندك concomitant autoimmune disorder الثانية، وغالبا ديما بتكون أو غالب في أغلب الحالات بتكون nocturnal hemoglobinuria، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية اشترطت عليك لازم ان انت يكون عندك normal karyotyping وما يكونش عندك اي genetic او اي mutation في karyotyping بتاع patients. هو طبعا الجولد ستاندرد هو الالوجينو سيستم سيل ترانسبلانتيشن، it's the only curative option موجود في حالات الـ AMDS، ما يندارش لكل patients، يندار لليونج patients بس اللي هم عادة يكونوا أصغر من 40 سنة واللي يكونوا severely affected من الـ AMDS يعني. معلومة على جانب، من يعرف شو معنى كلمة allogenous stem cell وشنو الأنواع الثانية من stem cell transplant أو من الترانسبلانتيشن بصفة عامة من غير الستم cell يعني؟ لو في حد يعرف بس يكتب لي في التعليقات.
هم أربعة يعني مش سهل عليكم يعني. اللوجينوس وشن ثاني؟ وش معنى كلمة اللوجينوس أصلا؟ يلا لعل ولعسى حد يجاوبنا. هو عارف موضوع جرح الكبد شوية يعني، ولكن واحدة من ضمن أسئلة الأورال شهيرة هلبة في الجراحة يا رب. موضوع الترانسبلانتيشن، شو أنواع الترانسبلانتيشن اللي تعرفهم يعني؟ تمام، الألو is from another donor. تمام، 100% كلام صحيح 100%. شنو أنواع الترانسبلانتيشن الثانية؟ لو في حد يعرف. اوكي، الترانسبلانتيشن اللي تم يا اما الو اوتولوجس. تمام، شو معنى اوتولوجس دكتورة نور؟ تمام، هو نوع من انواع الاوتوغرافت او الاوتولوجس. با same person. تمام، 100% تمام صحيح. النوع الأول هو الألوجينوس اللي هو تأخذ من شخص ثاني. النوع الثاني هو الأوتولوجوس أو الأوتوغراف اللي هو تأخذ من same person. النوع الثالث اللي هو الزينوغراف اللي هو تأخذ من other species other than human. والنوع الرابع اللي هو الأيزوغراف اللي هو يأخذ من identical donor، زي ما تقولوا أحيانا ما يكون twin leaf أو يكون توأم ليه يعني. فنعودهم، عندك أوتوغراف تمام، أو عندك الألوجينوس الأول هنا، عندك الثانية هي الأوتوغراف أو الأوتولوجوس اللي هي بتكون من same person، عندك الزينوغراف. طبعا الأوتوغراف هي أكثر نسبة rejection بتصير في حالة transplantation. تمام، عندك الثالثة الزينوغراف اللي هو بتاخد من other species other than human being، والرابعة هي الأيزوغراف اللي هو لما patient يكون عنده identical twin يعني. اوكي، فهذه المانجمنت نتاع الام دي اس، هذا احد الجايد لاينز الجميله لعلاج الام دي اس. فانا نصنفه لك انه هو لو انه هو اسيمبتوماتيك كلوريس بيشنت، هنا اوبزرف انتل سيمبتوم او انتل البيشنت ولي سيمبتوماتيك او انتل ديجريز بروجريس. لو انه هو لو ريسك انيميا وعنده 5q ديليشن هلايا لينالدوميد ما فيش غيره، لو انه هو انيميا والاريتروبويتين بتاعه اقل من 500 هنايا تقدر تعطي الاريتروبويتين ستيمولييتنج ايجنت. تمام، لو انه هو عنده اذر تايب اوف انيميا هنايا تقدر تعطي لينالدوميد ومعاه ال اتش ام اي او ال لا اله الا الله محمد رسول الله ال راح الهايبوميثايليتنج ايجنت. تمام، او تعطي الاميونوسوبريسيف ثيرابي معاه، ولو او اور سبورتيف كير الون لو ان هي اذر انيميا. اذر سايتوبينياز ممكن لو ان هي موجوده تقدر تعطي هيماتوبويتيك جروث فاكتورز، او تقدر تعطي هايبوميثايليتنج ايجنت، ولا تقدر تعطي اميون سبريسيف ثيرابي، او انه هو سبورتيف كير الون. لو انه هو هاي ريسك جروب على حسب، لو انه هو ترانسبلانت كانديديت موجود او نون ترانسبلانت كانديديت. لو انه هو ترانسبلانت كانديديت فهنا تقدر تطبره ب الهايبوميثايليتنج ايجنت از ا بريدج زي ما قلنا من بكري تو ترانسبلانت. لو انه هو نون ترانسبلانت كانديديت هنا تقدر تعطي الهايبوميثايليتنج ايجنت انتل ذا ديزيز بروجريس، او انتل انه هو يصير له انتولرنس او ما عادش يصير له اي بروجريشن من الهايبوميثايليتنج ايجنت اللي اعطيته. البروجنوزس او البروجنوستيك فاكتورز، 50% من البيشنتس يخشوا في ريفراكتوري اي ام ال. وركزوا في كلمه ريفراكتوري اي ام ال، يعني تعارض الثيرابي او تقاوم الثيرابي اللي ممكن ينعطى لها. ستيم سيل ترانسبلانتيشن اوفر بوسيبل كيور، سرفايفر ريت 50% ات 3 ييرز. عندك انديكيتورز للجود بروجنوزس، وعندك انديكيتورز عندك للجود بروجنوزس وللبور بروجنوزس. لو انه هو يونج ايج، ولو وان هو نورمال او مودريتلي ريديوس نيتروفيلز ولا بليتلت كاونت، لو بلاست في البون مارو اقل من 20، ونو بلاست في البلد. تمام،
معناها this is أو those are indicators for a good prognosis in patients with MDS. لو أنه هو كان advanced age كبير، كان عنده severe neutropenia ولا thrombocytopenia، high blast كانوا موجودات في البون مارو من 20 إلى 29%، أو blast موجودات في ال peripheral blood film. لو عنده oil roads أو oil bodies, absence of ringed severe blast, abnormal localization، ولا عنده mature granulocyte precursor في البون مارو section, completely or mostly abnormal karyotyping. تمام؟ علاش completely or mostly abnormal karyotyping؟ علاش تصنف هنا يا ترى من ضمن الفور بروجنوزز؟ ليعرف يجاوبني، علاش قلنا completely or mostly abnormal karyotyping من ضمن الفور بروجنوزز؟ علاش مصنفناهمش من ضمن الجود بروجنوزز في حالات الـ MDS؟ إيش إجابات؟ علاش صنفنا؟ علاش قلنا completely؟ بالضبط بالضبط عشان يستجيب للعلاج، لأن هنا يا شرط، يعني الشرط مش إنه يتحقق الشرط مش إنه هو يتحقق للعلاج، لازم إنه هو يكون يعني لو أنك أنت يعني treatments اللي موجودات عندك أساساً هم او ينعطوا بشرط اساسي لما يكون عندك 5Q deletion او يكون عندك او انه هو بتعطاها كهايبوميثايليتنج ايجنت. يعني بالنسبه للاور بوديز تقدر تقول ان هي مايلويد ميثالو يعني مايلويد ممكن تفهم هذا مايلويد بلس سيل، يعني واحده من ضمن الكاركترستكس اللي ممكن تشبهها في حالات الاكيوت مايلويد لوكيميا. فالاور بوديز هنايا تطلع لك في حالات الاي ام ال، فهذا علاش صنفناها من ضمن البروجنوزس. لو شفتها يا دكتوره هنايا من دكتوره ايه، لو انك انت شفتها او لو ان هي طلعت الاور بوديز في البريفرال بلاد فيلم او في البون مارو، هنايا اعرف ان البيشنت خش في اي ام ال، لان هذه واحده من الماركرز او واحده من الساينز اللي بنشبحوها، واحده من البيكتشرز اللي في البريفرال بلاد فيلم بنشبحوها في حالات الاي ام ال. يعني فالكومبليتلي اور موستلي ابنورمال كاريوتاين هنا، يعني المريض مش هيستجيب لي، المريض مش هيستجيب لان ما اصلا ما عندهاش اي لاين اوف تريتمنت ممكن تعطيه. فهنا يصنف كم ضمن الانديكيتورز للبروجنوزس. الكاريوتايبنج بروجنوستيك فاكتور هنا يصنفوا على حسب، لو انه هو جود ممكن يكون عندك ديليشن لل 5Q او ديليشن لل 20Q، الكروموزوم 5 او الكروموزوم 20 على اللونج ارم. الكيو قلنا اللونج ارم، لونج ارم مختفيه ايدر في كروموزوم 5 او كروموزوم 20. الانترميديت ولا الفاريبل بروجنوستيك فاكتور هنا هي الترايزومي 8. الترايزومي 8 هي ما ذكرتهاش. الترايزومي 8 هو انه هو عندك بيكون كروموزوم زايد، وعاده بيكون من 5 الى 7% لحالات الام دي اس. فحالات الام دي اس عاده واحده من جينات الكميوتيشنز اللي مكتشفينها اللي هي الترايزومي 8 يسموه فيها. تمام، فلما نديره زايد معناه في كروموزوم زايد للكروموزوم 8، ولما نديره ناقص معناها في ارم ناقصه من الكروموزوم هذا. other single or double anomalies، البور اللي هو كومبلكس بيكونوا عاده اكثر من 3 كروموزوم ابيريشن. الاسوء شيء اللي هو اي كروموزوم ابنورماليتيز او اي كروموزوم انومالي بيصير لك في الكروموزوم السابع او الكروموزوم السابع. يعني صحيت وبارك الله فيكم، سامحونا عطلنا عليكم ساعة فكر